السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف تولز قوية جدا للناس اللي بتشتغل على النفس وركس، وتقريبا أغلبهم مجاني. فدي أول أداة معانا، سبورتس أوف سيرش ست. تقدر تخليك تعمل سيرش ست بطريقة سهلة جدا، وخصوصا للأجزاء الفابريكيشن اللي هي طالعة من الكاد ام اي بي، بحيث لو أنت مركز أوي على موضوع الفابريكيشن فتقدر إن أنت تعمل بين الفابريكيشن وبين اي حاجة تانية الكوردريشن، او تعمل حصر او تحدد عليهم. فتقدر تقول له انا عايز الكاتيجوري الخاصة بالكاد ام اي بي، البروبرتي بتاعتها كذا، الفولدر نيم كذا، فيبدأ ان هو يعمل لك سيلكت على العناصر ديت. ودي اداة مجانية. طيب نفس الشركة دي ببص عليها فلقيت انها عاملة خدمة اللي هي نفس وركس تو ريفيت. فدي حاجة احنا بندور عليها من زمان، هي مش مجانية، هي بتدفع $5 في الشهر. ولو انت جالك اي ملف نفس وركس تقدر تحوله للريفت. ودي فعلا حاجة لو بجودة عالية وبيحطها في الكاتيجوري مظبوط هتبقى حاجة ممتازة. بيبدأ يقول له الجزء دوت، فبيبدأ ينقله من نفس وركس للريفت. وهنا نفس وركس تو اكاد، نفس الفكرة، العنصر اللي عندك تقدر تعمل عليها سيلكت وتشوف عندك في الاوتوكاد. فدي برضو ميزة كويسة جدا، بيحولك طبعا الاوتوكاد 3D. طيب بيم كولاب، موقع بيم كولاب موقع قوي جدا، بتقدر انت تشوف الكلاشات عليه وتبدأ تشوف العناصر عليه والمشاكل وتعمل التقرير بتاعك. فهم عاملين اداة تربطك بالموقع بتاعهم بحيث ان انت تقدر تشوف الشغل بتاعك وتتابع الاداء بتاعك وتشوف الكلاشات برضو اونلاين. فدي اداة ممتازة جدا لو حد شغال على بيم كولاب. انا بشتغل على بيم كولاب، ودي أداة مجانية لأن هو بيربطك بالخدمة بتاعته. طيب في بيم نفس وركس كوردينيشن ايشيو، هيبدأ إن هو يعمل لك الايشيو بشكل أفضل زي ما أنت شايف، وفي معلومات بشكل أفضل، يعني هو محسن لك الجودة بتاعت الكلاش ريبورت اللي بتظهر لك. الميزة إن هو برضو مجاني. طيب بروبرتيس بلس بيبدا يزود لك الامكانيه ان انت تشوف الخصائص بتاعه اي عنصر تحدده وتشوف فيه معلومات اكتر. فممكن تتعلم على عناصر كتيره جدا ويبدا ان هو يقول لك العناصر ديت ايه الحاجات اللي موجوده فيها، مثلا الابواب، مثلا الموديل، الفلاش، وهكذا. ده كلاش ستاتس ابديتد، بتبدا تعمل سيلكت على الكلاشات وتقدر ان انت تصدرها وتبدا ان انت تعرف الكلاشات بشكل افضل وتعملها ابديتد على الموديل. هو هنا هيصدر الكلاشات في ملف خارجي، وبعد كده يقدر ان هو يعمل سيلكت ويبدا ان هو يشوف ايه الحاجات اللي حصل فيها تعديلات وهكذا. ده يعتبر احسن واحد بقى بالنسبه لي، كلاش ديتكشن ماتريكس، عشان كده سبتناه للاخر. الكلاشات تبدا تقول له انا عايز كلاشات بين كذا وكذا 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 العناصر كلها، ويبدا يعمله لي بالشكل الجميل دوت، ان انا عندي كام كلاش بين الارضيه والابواب، بين الميكانيكا والكهرباء، بين الانشائي والمعماري. فبيطلع لي جدول جميل في كل ارقام الكلاشات، وده بقى مفيد في سرعه ان انا ارد على الاسئله في الميتنج. فدي برضو اداه مجانيه تقدر انت تسطبها وتشتغل بيها ان شاء الله. ما تنسوش تشاركوا الفيديو ده مع الأصدقاء المهندسين.